سجلت روحي في بسيت فاتح باب جديد، قريت تماتيك مع العرم. بعد كي ربحت الاخر طلعت المدام لافريك، قريت مع الكور وكلش. 62 الاستقلال، الدنيا كاع ضاويه وفرحانين لي زالجيريان كاع، يعني خرجنا كاع لبرا نزقي ونعيطوا تحيه الحريه. انا الحريه ما كنتش كي كنت صغير ما على باليش معناتها الحريه. نعم بالي مراه واش عندات لك؟ بالي اسم تاع مراه حريه دونك قعدت 30 سنه وكنت تجي الحريه هذه بس سلكنا. هذا واش كان في عمرك هذاك الوقت؟ سبع سنين ثمان سنين هكذا، ست سنين سبع سنين هكذا كنت صغير. ومع العسكر تعرفي لي بارا وهادو كانوا يدخلوا قصبه يكسروا البيبان ويدخلوا. دونك عشنا شويه تمار على كل حال. عندي عمومي اللي ماتوا الله يرحمهم مجاهدين. دونك قعدت نستنى وقت تجي الحريه. نهار جات الحريه سيتي الاستقلال. قالوا لي فهموني باللي هو الاستقلال هي الحريه. قعدنا لتماتيك منا بديت كنت شويه كبيره 62 63 بديت نمارس ان بو رياضه. كنت ندير شويه كولتير باسكو بكري ما كان حتى حاجه. كان كاراتي وجودو. كان كاراتي سيتي بوليس. واش من رياضه انت كنت تمارس؟ نعم. واش من رياضه اللي كنت تمارسها هذاك الوقت؟ كولتوريزم الحديد. الحديد. بون بعد كي خدمت واحد 3 سنين 4 سنين ومن بعد دخلت نخدم في السينما. السينما لافريك كنت مانيتونسيونير شغل نخدم هذه الخدمه هذه جو با كاش يقولوا لها بالعربيه مانيتونسيونير تسمى. خدمت ومن بعد تيك درت ان اكزامان باش نروح نخدم في سوناكوب. سوناكوب انت كملت الدراسه تاعك ولا كمل الدراسه تاعي حتى المدام اللي كنت بعد فلوهاس حبست باسكو بلاو يقتلوا في الناس ومننا جيتي جا حبسنا باقا اللي ما جيش طلع. وكنا مدام نافريك دوز على باب الواد وباب الواد كاع كور في 62